بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش ديال الثمن النهائي كانت ماتش ماراطوني تقريبا. اهم حاجه هو الفوز والتالق ديال الحارسين بجوج شهاب والتقناوتي، وكنشكروا كاع اللعابه اللي كيديروا كاع في جهدهم. شكرا سي العزيز، راحنا فرحانين الحمد لله، ترجلوا معانا وما خيبوناش. والله اللي علم بينا خيترا فرحونا ليسال خيترا، والله اللي علم بينا كنجيو هنا يا خيتي كنفرغوا ديك الشيء ديالنا. الماتش كان صعيب بزاف نظرا الاجواء الرمضانيه، ولكن اللي عنده شهاب ما يخافش، شهاب هو دائما المنقذ وان شاء الله ما يكون غير الخير. نشكر الدراري اللي لعبوا معنا سقاتلوا معنا ثلاث دقائق كاملين ما بين الاشواط والبينويات، وكنشكروا صلاح الدين شهاب الجول، وكنشكروا صلاح الدين شهاب الجول والدراري اللي تقاتلوا. تبارك الله ما شاء الله على 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 شهاب، كان في نهاره يعني حتى المدرب واخا هذا الاغلاط، ولكن في التالي راه صلح المسائل ديالو ودخلنا شهاب اللي هو كان رجل المباراه هو شهاب. كنشكر من هذا المنبر ويزيد يعطي العطاء ديالو الحمد لله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.